زي ما بنعرف مريض السكري إذا نزل معه السكري وما معه أنسولين ممكن إنه يفقد وعيه. إذا صادفت شخص وطلب مساعدتك نازل معه السكري ممكن إنك تساعده. تعالوا مع بعض نشوف هالمشهد. حجي معك حبة ملبس. مرحبا حجي، كيفك؟ معك حبة حلو، شكله نازل معي السكري. حجي معك حبة حلو، شكله نازل مع السكري. معك ملبسين؟ معك ملبسين يا سعاد، نازل السكري معه، أي إشي أعطيه؟ ما نشبه صرخة. لا ملبس ملبس. أنا ما ملبس ولا معي إيش. مرحبا كيفك؟ معك حبة حلو نازل مع السكري. معك حلو؟ والله ما في. طب ما تقدر رد. نازل مع السكري. ايش بدك تشوف؟ اه تعال هون، تعال هون، تعال هون. صبايا معكم إشي حلو؟ إشي حلو حلو نازل مع السكري. معك حلو نازل مع السكري؟ لا والله ما فتح عيونك لا تغمض. حاول يصمد، حاول يصمد. كل شوي منها، كل شوي منها، اشي بسيط لو اكلت منها ضبط لك وقتك وتضبط السكر. قول بسم الله. كيفك؟ معك حلو نازل السكر عندي. اي اشي؟ عصير عصير. اي قصب بس مش مشكلة. طب ما انت خطأ تقعد عند الشخص. انا لازم هناك تعبنا. كمل. لا خلاص، ما حدا تيجي توقف هون عشان تغطي الشمس ولا هون الشمس. نازل السكري. لا خلاص روح. عينك لا بدي اطلع بس على لو تكون قوم عاد ليش شباب شباب معكم حلو نازل مع السكري. مش سامع حجي، مش سامع. قرب قرب، مش سامع. انت معك سكري؟ اه. نازل معك؟ شو دايما معك؟ ملبس. هلا انا معي بنزل السكري.